كما قررت بصفة استثنائية أن أسدي وساما من مصف الاستحقاق الوطني بدرجة صدر لسيادة الفريق أحمد قائد صالح. نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، نظير جهوده الجبارة والدور الكبير الذي طلع به في المرحلة الحساسة لأجل إثبات سمو الدستور وضمان سلامة المواطنين وأمن البلاد ومؤسساتها الجمهورية. والشكر موصول لكل الجيش الوطني الشعبي.